السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. اليوم الموضوع سيكون عن تذيل العراق، كل التصنيفات والقوائم الدولية التي تصدر عن طريق منظمات أو هيئات أو صحف أو مجلات معتبرة حول العالم تقيم العراق على أساس الأمن والاقتصاد والوضع السياسي والأمور المعيشية والحياة التعليمية والواقع الصحي وغيرها من هذه الجوانب التي يعنى بها العراق مثله ومثل غيره من بلدان العالم. آخر المؤشرات هو لمجلة إيكونوميست التي تحدثت وذكرت أن العراق يعد أو بغداد تعد واحدة من أخطر البلدان أو أخطر المدن للعيش في العالم، كذلك مؤشر السلام العالمي الذي سبقها أو سبق مجلة إيكونوميست الذي تحدث عن خطورة الوضع في العراق وأنه واحد من أسوأ البلدان للعيش في العالم. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك، يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض الغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لان انا اذا الغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هسه الشعب العراقي البائس. هذه فرصه تاريخيه للعراقيين جميعا ان يعطوا من ابداعهم في بناء هذه الدوله. امامكم فرصه عظيمه، لا دوله مثلكم في المنطقه، لا دوله مثلكم ايها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أصدرت مجلة إيكونوميست إنتليجنس تقريرا تحدثت فيه عن وصول بغداد أو تذيلها لقائمة أكثر البلدان رفاهية حول العالم. طبعا استبعدت بغداد من تصنيفات رفاهية العيش، هذا المؤشر هذه المرة لم يشمل عددا من عواصم العالم التي عدها الأكثر خطورة مثل بغداد كابول، فضلا عن بقاء العاصمة دمشق في الترتيب الأخير. يعتمد هذا المقياس على مؤشر الرفاهية على جوانب أساسية كالصحة والتعليم والأمن والبيئة والمساواة الاجتماعية وتحديد اتجاهات التنمية البشرية، كما يؤخذ أو يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مستوى المعيشة وتوفر الوظائف وحرية الخيار، ويعتمد كذلك على شعور المجتمع حيال الحكومة ودرجة الاستقرار. وهذا طبعا الموضوع الذي أدى إلى استبعاد العراق من هذا التصنيف باعتباره أنه لا يحظى بكل ما ذكر سابقا من قضايا الأمن والبيئة والصحة والتعليم والواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيرها. طبعا سبقه قبل ذلك الإعلان مؤشر السلام العالمي الذي صدر عن معهد الاقتصاد والسلام الذي احتل فيه العراق مرتبة رابعة في طبعا في قائمة أخطر الدول العالم من حيث الزيادة الكبيرة في معدلات الجريمة والعنف والإرهاب وتنامي الصراعات الداخلية. كيف وصل العراق إلى هذه المراتب المتدنية؟ لماذا تصدر العراق دائما قوائم البلدان المتعلقة بالقوائم المتعلقة بالبلدان الخطرة، البلدان السيئة، البلدان التي تمتلئ بها الجريمة وتكثر بها الميليشيات وتكثر بها السرقات؟ لماذا وصل العراق إلى أن يخرج من التصنيفات المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها؟ أسوأ البلدان في العالم، أكثر البلدان تعاسة وحزنا بمقياس مؤشرات السعادة حول العالم للكثير من المدن. بغداد دائما ما تصدرت المدن حول العالم طبعا بطبيعتها، للأسف الشديد بقول هذه الكلمات، ولكن بقذارتها الناحية البيئية، كذلك من الوضع الأمني المتدهور المنهار الذي
يؤرق حياة المواطن العراقي الذي يقوده دائما إلى الهرب من أجل النجاة من هذه العصابات والميليشيات ومن هذه السلطة التي دائما ما تتخذ قرارات تكون ضد مصلحة المواطن، تؤذي المواطن بشكل أو بآخر. يقمع المواطن العراقي إن عبر عن رأيه وبحرية كما جاء بها الاحتلال ملوحا هذه المبادئ، مبادئ الديمقراطية والحرية التي لم يشاهد منها المواطن العراقي أي شيء. يقمعون بالمظاهرات، يقمعون بالحياة الطبيعية، يتعرضون للسرقات، للاغتيالات، للتصفيات، للاعتقالات بشكل غير قانوني. يغيب القانون في العراق عن كل مفاصل الدولة، عن الجريمة، عن الفساد، عن السرقات. لم يحاسب أحد في هذه الدولة منذ أن دخل الاحتلال إلى العراق حتى هذه اللحظة، أقصد من المسؤولين. هناك جريمة تحدث، هناك سرقات، هناك إهمال للواقع الصحي، ونرى المرضى يعانون ليلا ونهارا في المستشفيات التي تنقصها الكثير من التجهيزات، التي ينقصها العلاج، التي تدخلها الأدوية المسرطنة، الأدوية منتهية الصلاحية. تابعنا قضية أكياس الدم التي دخلت إلى العراق، التي تفاعلت مع الدم لتنتج مادة مسممة مسرطنة، وهذه تدخل في قضية تبرع الدم. تابعنا الواقع التعليمي الذي يعاني منه العراقيون، الأجيال التي خرجت بعد الاحتلال، الأجيال التي نشأت على التعليم في عهد حكومات ما بعد الاحتلال، هي أجيال ينقصها الوعي، ينقصها تنقصها الثقافة، دخلوا في زمن من الجهل ومن التخلف، وابتعدوا ابتعاد شديد عن التعليم بسبب التعمد ربما بإبعاد هذه الفئات العمرية أو هذا المجتمع عن الوعي وعن الثقافة التي تنشر زمان كانت تنشر فيما بينهم. وبالتالي أخرجوا أجيال يعني تقاد من قبل معممين، تقاد من قبل سياسيين، تقاد من قبل ميليشيات أو زعماء ميليشيات بشكل للأسف يعني نقولها كالأغنام إذا صح التعبير، بسبب غياب الوعي وغياب الثقافة في هذه الفئات العمرية التي يطمح في يوم من الأيام أن تكون هي قائدة هذا البلد. للأسف نرى هذه النماذج الآن في العراق. العراق واحد من أخطر بلدان العالم، بغداد واحدة من أسوأ مدن العالم الآن للعيش فيها، لممارسة الأنشطة الاقتصادية، لممارسة الأنشطة الاجتماعية، للشعور بالأمان، للحياة المرفهة. كل هذه التصنيفات خرج منها العراق دائما يا أما متذيل الترتيب في حال القوائم كانت تقيس البلدان الأكثر تطورا والأكثر إعمار وغيرها، أو يتصدر القوائم المتعلقة بالفساد وبالجريمة وبالخطورة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخ محمد. أنا محمد، هم جابوا الأمريكان هم سبب ابتلاء العراق، يعني هم جابوا لك ناس متخلفين ما يعرفون شنو يعني شنو السياسة، فهم جو يعني جابوا الظلام، يعني ظلام بصورة عامة، لأن لا يريدون الإنسان مثقف، لا يريدون الإنسان واعي، لا يريدون الإنسان يكون دكتور أو مهندس. الدكتور راح يعالج المواطن، المهندس يبني، يعني هو اختصاصات، بس هم ما يريدون يا أخي، ما يريدون الشهادة، هم الأمريكان ما يريدون الشهادة. جابوا لك ناس ما يعرفون يعني يمشون أمور نفسهم، يعني هم كانوا بالشوارع أبو حسن يعرفون يمشون أمور نفسهم. أبو حسن يعرفون يمشون أمور نفسهم. تسمعني أبو حسن؟ نعم. السياسيين الموجودين يعرفون يمشون أمور نفسهم، والدليل أنهم بنوا لأنفسهم ثروات لم يكونوا ليحلموا بها منذ أن دخلوا إلى العراق. عرفوا يدبرون أمورهم وعرفوا يمشون أمورهم ويصرفون أعمالهم في العراق بشكل طبعا بغياب القانون وبشكل يعني غير منظم وعشوائي وهمجي، وأدى إلى سرقة هذا البلد بكل مقدراته. هذا التنظيم الذي لديهم، ولكن قل لي إنه هل حققوا شيء لهذا المجتمع؟ أبدا ما حقق، بس الدمار والتخلف والجوع والحرمان والإذلال والتهجير والقتل وأشياء يعني مذلة للإنسان. العراقي ما متعود يعيش شيء للمذلة، بس هم دول عاشوا دليلين بالالتقاء وقناة لندن وبنيويورك، فهم يتربوا على الناس، ومع الأسف يعني إن شاء الله الله يتقم منهم. شكرا جزيلا أبو حسن. الغريري من بغداد، تفضل. الغريري، وعود أطلقت من السياسيين منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة
بأنه أنتم دخلتم إلى حياة جديدة، العراق الجديد، العراق المتطور، العراق الديمقراطي الذي انتهى من عصر الدكتاتورية. كانت هذه الشعارات حملها السياسيون معهم وكل انتخابات أو قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات يطلقون هذه التصريحات للعراقيين. ما الذي حصل عليه العراقيون من هذه التصريحات؟ السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يعني الكلام عن العراق محزن وكلام محزن، لكن فقط إذا سمح لي أستاذ محمد. تفضل. يعني أنا تقريبا قاربت 60 من عمري. نعم. عشت الستينات والسبعينات. العراق يعني قبل الأخوان الأكراد يجون من الشمال يتونسون في بغداد. طيب. بغداد كانت أروع عاصمة، نظافتها ورونقها وعطرها وحدائقها. يعني الكويتين كذلك، أنت تذكر الكويتين كانت ترسم مناطق باب شرقي وكرادة. زين أستاذ الفاضل، يعني بغداد والعراق كان أول دولة عربية يقضي على الأمية. زين يعني ماذا نتكلم عن ذاك الزمان؟ أنا رجل لا أحب صدام السين ولا بأسي، لكن هاي الحقيقة. بغداد كانت في يعني أم المدائن، مدينة السلام بحق. لماذا وصلت بغداد إلى ما هي عليه الآن؟ تخرج من كل التصنيفات المتعلقة برفاهية العيش وبالتعليم والصحة والأمن وغيرها، وتدخل إلى التصنيفات المتعلقة بالفساد وخطورة الحياة والقذارة من ناحية البيئية والواقع التعليم المنهار والصحة المنهار. لماذا دخلت بغداد ودخل العراق إلى هذه الأنفاق المظلمة؟ هذا ما يراد للعراق، هذا ما يخططونه للعراق. العراق شوكة الأمة العربية، العراق هو قيادة العرب، ضربوا أقوى دولة عربية حتى البقية كلها تسلم زمام أمورها الأمريكان واليهود. لا قيام للدول العربية بغير العراق. العراق إنسانا وفكرا لا يوجد مثيلهم في الدول العربية. إذا انتهى العراق انتهت الأمة العربية. وبالفعل بعد سقوط بعد الاحتلال وبعد ما سقطوا دول الموجودين الآن في بغداد، هم اللي جاءوا ساقطين حكموها، نرى كيف الدول العربية انهارت دول بعد أخرى. طيب واللي جاءوا يحكموا العراق، اللي جاءوا يحكموا العراق انطوا كمية من الوعود حسست الناس إلى أنهم حيعيشون حياة مثل الجنة، يعني تحلم بها أي دولة خليجية، ولكن الواقع أنه هذه الوعود لم تطبق. لماذا لا تطبق هذه الوعود؟ شنو اللي ينقص السياسي الموجود بالعراق اللي يحصل على المليارات أنه يصرف من جيبه أو يصرف من خزينة الدولة في سبيل الإعمار وفي سبيل إراحة هذا الشعب؟ أستاذ محمد، هذه الوعود إذا تتحقق، إذا كان هناك رجل صاحب كلمة ورجل أمين ورجل وفي، أما يجيك إنسان مجرم خائن باع بلده وباع عرضه وباع دينه وولاء لإيران ويريد يحقق أجندة وسياسات إيران في تدمير العراق، هذا لا يمكن أن تأخذ منه شيء. فاقد الشيء لا يعطيه أستاذ محمد. يعني هؤلاء يا ريت نسلم من شرهم. هؤلاء يريدون تقليص عدد الشعب العراقي، يعني في نيتهم القضاء على 3 مليونين 3 ملايين 4 ملايين من البشر. يعني كيف يهتم بالبناء وكيف يهتم بجعل بغداد عاصمة جميلة وكذا وكذا وما إلى ذلك، وهو غايته إبادة البشر، إبادة البشر. زين أستاذ محمد. نعم. أستاذ محمد بس اسمح لي بكلمة، الله يبارك لك قبل لا أخاف أطول حديث. تفضل. يعني احنا احيانا نخابركم رصيدنا قليل، فحضرتك يعني مثلا المقدمة تصير طويلة مال حضرتك تاخذ من رصيدنا، احنا عندنا كلام نريد نسولفه بوقت محدد. الله يبارك فيك. صحيح. فأنا ممنون لك جدا. شكرا جزيلا، اعتذر منك ومن المشاهدين الكرام، بس نحتاج الى دائما الى توضيح الى توضيح ملامح هذه الحلقة لكي يعلم المتصل او المشارك ما الذي سيتحدث به حتى لا يكون الموضوع عشوائي. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييت وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. شكرا جزيلا. بالنسبة يطلع حمودي يقول أعطيناكم الحرية كاملة. أي حرية يتكلمون عنها هؤلاء الجبناء؟ أي حرية اللي يقولون عنها اللي هم دمروا الصحة ودمروا العلم ودمروا البلاد ودمروا كل شيء كان بالعراق اللي كانت هي هيبة العالم كلها وهيبة العرب. أي حرية اللي يتكلمون عنها هذول السياسيين اللي إجوا وباغوا ونهبوا وسلبوا ومصلحتهم وولائهم إلى إيران؟ نعم. أي حرية اللي يحكون عنها المعممين وهم يأخذون أموال من يأخذون الأموال وحتى يضاعفوا
حتى يسيئوا طيب الى هذا زهار البلد. ذول اللي دخلوا بالحكم تحدثوا عن مظلوميه الشعب، قالوا بأن الشعب صار له 30 سنه كان يعاني من ظلم نظام دكتاتور ونظام قمع الشعب وعيشهم حياه الفقر، ودخلوا الى العراق حصلوا على مليارات لم تحصل عليها الدوله العراقيه الحديثه منذ تاسيسها. ليش ما صرفوا على الناس اللي يتكلموا بمظلوميتهم؟ ليش ما حسسوا هاي الناس بالراحة وبنوا لهم بيوت وعمروا لهم طرق واهتموا لهم بمستشفيات وتعليم؟ لأنهم أسمعك أم أزهار. ألو أسمعك تفضلي. لأنهم ما جاءوا لتعمير البلد، هم جاءوا ليملأوا جيوبهم. هم دزتهم أمريكا، دزت الفعاليات الموجودة هنا، وهذول جو شافوا خيرات العراق وتمتعوا بها، فهم ما يفكرون بالشعب، هم يفكرون بنفسهم، فكروا وطاقوا ما طاقوا وقصوا وقصوا وطلعوا وطروا وتمتعوا. أنا أتعجب، أنا أسأل هسه هم يتعرفون على الكراسي هذول المسؤولين، يعني هل رؤائهم هل قد ماتت؟ هل ضمائرهم هل ما يسألون نفسهم يقولون إحنا هاي 15 سنة شنو سوينا لهذا البلد؟ شنو عمرنا؟ أشو زاد الفقر؟ وتأذوا بعهد صدام ما كان أخو فقير، كل المعامل تشتغل والزراعة موجودة والصناعة موجودة، البلد عامر بقوته وهو بلد كان قوي لأنه بحاكم قوي. شكرا أم أزهار، شكرا جزيلا شكرا جزيلا أم أزهار، وضحت الفكرة. أبو حسين من واسط تفضل. تقول السيدة أم أزهار عفوا، يعني هل مات الضمير لدى المسؤولين الذين حكموا العراق بعد 2003؟ هل مات الضمير لديهم؟ لا توجد ذرة ضمير تصحى بوقت رؤية المعاناة للعراقيين، بوقت رؤية العراقيين يأكلون من المزابل، بوقت رؤية الميليشيات تجوب في الشوارع، ما عندهم ضمير نهائيا؟ أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ استمعت إلى السؤال السيدة أم أزهار أبو حسين؟ أم أزهار؟ استمعت إلى سؤالها، قالت بأنه هل مات ضمير السياسيين؟ هل السياسيين الموجودين بالعراق ما عندهم ذرة ضمير أنه يصحى حتى يشوف الناس اللي تعبانة، الناس اللي تأكل من المزابل، الناس اللي إذا تعتقل يوميا وتقتل يوميا، وضع العراق المأساوي، وضع العراق البائس، وهم عندهم مليارات؟ إحنا الحقيقة البلد محتل، يعني هي تقارن هذا النظام مع ايام نظام صدام حسين اللي كان يحارب الناس اللي مسوي له لحيه يعدم، اللي يتردد عن المساجد يعدم، يعني اللي اشر على تمثال صدام حسين يعتقلونه. طيب انا حتى احنا ما ندخل بموضوع المقارنه، بس اوضح لك شغله ابو حسين. الموضوع اليوم، بس اسمح لي، الموضوع اليوم 2003 حتى هاي اللحظه دخلت للعراق اموال تعادل اموال استلمها العراق، او يعني اضعاف ما استلمها العراق منذ تاسيس الدوله الحديثه العراقيه. هاي الأموال وينها؟ ليش ما انصرفت على هذا البلد؟ ليش ما طورت هذا البلد؟ عوفك من النظام السابق بسلبياته وبإيجابياته، اتكلم لي على نظام حالي. اي ما يخالف، احنا الشعب العراقي عندنا مثل يقول شوف الموت يرضى بسطونه، يعني هسه عندنا حريه ما موجوده حتى بدول الخليج، معناته مظاهرات لصالح فلسطين بالسعوديه لا يستطيع يعتقلونهم. ابو حسين انت عندك انت عندك حريه ما موجوده بالخليج؟ والله ما موجود. طيب الناس اللي قمعت ابو حسين الناس اللي قمعت بالمظاهرات اللي طلعت بجنوب العراق المحافظات الوسطى والجنوبيه، ذولا اللي انقتلوا، ذولا اللي سحلتهم الميليشيات وقتلتهم القوات الحكوميه، ذولا مو يعبرون عن رايهم ومو يطالبون بكهرباء وبمي وبوظائف؟ اذا كانك حريه ليش يقمعون؟ يا اخي بعض الناس سرسريه ذولا. شلون سرسريه؟ هذا ابن بلدك، هذا ليش تغلط عليه؟ يا اخي سرسر موالي الملك محمد بن سلمان، هذا اهداف محمد بن سلمان. ايش مدريك انت؟ ايش مدريك؟ ليش تتهم الناس؟ ليش تتهم الناس مثلك مثل الموجودين بالسلطه؟ تتهموهم ان هم بعثيه وان هم دواعش لمن يطالبون بحقوقهم، وتقولون ذول العراقيين الاصلاء لمن يتكلمون على قضيه حشد محشد وميليشيات. لا افتهمك انا. اي اللي طالب بحقه يعني يريد وظيفه بس يوفر، ما يطلع مظاهرات بس هي ذا سوى. شلون عفوا؟ يعني
يعني هو هذا اللي طالب بوظيفة. اي كمل. فقدنا الاتصال مع ابو حسين. ابو حسين ما عاجبه اللي دا يصير بالعراق، يقول بانه اللي دا يحكون هسه على النظام الحالي او على الانظمه الحاليه الموجوده الان في العراق، ذولا يطبلون للنظام السابق، عاجبهم اللي كان يسوي بهم صدام حسين وما عاجبهم اللي دا يصير هسه من حياه ديمقراطيه مرفهه. العراقيون يقول ابو حسين عندهم ديمقراطيه وحريه ما موجوده بدول الخليج. طيب احنا ليش دا نشوف لعد قتل؟ ليش دا نشوف لعد سحل؟ ليش تطلع منظمة العفو الدولية تقول مظاهرات سلمية تعتدي عليها القوات الحكومية؟ ليش تطلع منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية تقول، بس ثواني اسمح لي إذا الله يخليك، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه مظاهرات مدنية خالية من السلاح خالية من العنف تقابل بعنف من قبل الميليشيات ومن قبل القوات الحكومية؟ ليش نشوف بالمقاطع اللي عرضناها منظمة بدر بميليشياتها تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين وترديهم قتلى لأنهم دا يطالبون بحقوق؟ وين الحرية وين الديمقراطية اللي دا تتكلم عليها؟ معنا؟ كاظم من البصرة تفضل. تفضل كاظم. كاظم ما موجود كاظم. عموما لكل شخص وجهة نظر، بس خلي يكون واقعي. يعني العراق الآن لا يستطيع أحد أن يصدق أن العراق يعيش حياة الرفاهية، أن العراق توجد به حريات. خرجت مظاهرات في عام 2013 في محافظات الغربية، المحافظات الغربية، اتهمها نور المالكي بأبشع الاتهامات، شتم المتظاهرين، تجاوز عليهم، سلط قواته من أجل قمعها، وكان يتهمهم علانية وصراحة بدون أي خوف وخجل، وكان يظهر على وسائل الإعلام. وجاءت المظاهرات التي خرجت في المحافظات الوسطى والجنوبية لتتهم من قبل الأحزاب والميليشيات الموجودة بالسلطة بأنها بها بعثية ودواعش. طيب نستمع لرأي السيد أبو علي من كربلاء. تفضل. السلام عليكم. عم الله يسعدك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو علي. قاعد يرد علي السادة. أبو علي، أول شيء نص صوت التلفزيون إذا أنت قريب من التلفزيون. لا ماكو أصلاً طافي. ها أماكو. الله يعينكم. طيب استمعت إلى كلام السيد أبو حسين من واسط؟ إي سمعت. تفضل لك الرد. تقصيرنا عمي، تقصيرنا الله وكله تقصيرنا. أنا عندي عتاب ما مش شغلة ولا القابل التفيد ولا يهمها تتعب بعد المعنى. نعم عمي، انتوا اهل الجنوب اهل العماره اهل البصره كل احترام وتقدير لكم. ايش قد ناس قاعد تطلع مظاهره وايش قد ناس قدموا على العمل، يقولون 90,000 بس شو اسمه بالبصره. لا تخلون هيك، اطلعوا امثال ابو حسين ما يريدوكم تتنفسون. الله وكيلكم. يعني اذا واحد يطلب له مي يشرب او كهرباء هذا لك سرسريه وقتله، واللي يفجر بين العالم ودايب الادوات يقتل ويطلع ويخرس ويقتل كل الناس هو هذا صحيح. طيب انا عندي سؤال ابو علي، عندي سؤال اذا تسمح لي. السيد ابو حسين من واسط، هاي محافظه من المحافظات التي تعاني من انعدام الخدمات وخرجت بها مظاهرات، وين عايش ابو حسين بالضبط؟ بيا منطقه لدرجه انه ما دا يشوف اللي حواليه؟ ما يشوف. قد نتصل مع السيد ابو علي من كربلاء. الناس اللي بدها تذكر واقع غير الواقع او بدها تذكر كلام او يعني معلومات غير الموجوده بالواقع في العراق، هاي الناس شلون عايشه وين عايشه؟ هاي الناس ما تنقطع عنها الكهرباء؟ دا يجيها مي بشكل نقي او ماء نقي الى المنازل عن طريق الانابيب؟ هل تصلها الطرق المعبده او هل المناطق التي يسكن بها هي مناطق معبده و لا توجد مطبات، لا توجد حفر، لا توجد طرق مكسرة ووعرة؟ هل المستشفيات التي يذهب إليها السيد أبو حسين هي مستشفيات نظيفة بها خدمات بها أجهزة؟ طيب أطفال أبو حسين، يعني حسين الله يحفظه، من يروح للمدرسة ويتعلم
ويشوف انه كوادر تعليميه قليله في بعض المدارس، ويشوف انه المدرسين ياخذون اجازات سنه وسنتين بدون راتب او براتب ويذهبون ويدخلون بهذه الماساه، ماساه التعليم. لما يشوف ابو حسين انه حسين ابنه مقضي نص السنه اجازات بسبب الزيارات الدينيه والاجازات الرسميه وغير الرسميه والمشاكل وذكرى النصر وذكرى ما ادري شنو، هذه الايام التي تضيع من عمره وهو في طور التعلم في مرحله الدراسه، ما يخايف على مستقبل ابنه؟ ما خايف انه ابنه هذا باكر عقبه من يكبر ويريد يتخرج او تخرج هذا الش اكتسب من معلومات في ظل غياب نص السنه عنه من الدراسه؟ لا توجد دراسه في العراق، كثير من الاجازات. شلون عايش هذا الحياه؟ شلون عايش حياته وسط الناس، وسط المجتمع اللي ديعاني، وسط الناس اللي تاكل الزباله، وسط الناس اللي او تاكل في المزابل عفوا، وسط الكهرباء المقطوعه او الميليشيات المنتشره، وبعدين يعني انت وين عايش؟ عموما نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تعرض بث قناتنا الى تشويش، وقام الشركة نايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدينا الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى رئيس السيد محمد بن البصره، تفضل. صالح من البصره تفضل. صالح حياك الله. صالح غير جاهز معنا. عبد الله من لندن. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. أخي محمد، الله عز وجل يقول في القرآن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور. نعم. هذا أبو حسين من واسط قلبه يعني ميت، هذا الظاهر من كثر اللطم صاير خلل بعقله، ما يشوف الحقائق، يعني حقائق ويعني واقعية أمام عينه، هو يعيش في الواقع كأنه من كثر اللطم صاير خلل بعقله، ما يقدر يشوف الحقائق. أحد الحقائق يا أخي محمد، الشيخ زيباري في وسائل التواصل في شريط صورة وصوت يتكلم، يقول هو يتكلم، يقول شخص فقط شخص من يعني نقل في حسابه 6.5 مليار دولار. تخيل. نعم. مسؤول يعني إذا هذا 6.5 مليار دولار في حسابه الشخصي. فأخي بالنسبة الواقع العراق، يعني عندما تقارن بالواقع الخليجي، أنا أعيش في لندن، الخليجيين يأتون في أرقى الفنادق يسكنون، يصرفون يعني أموال على السياحة، والعراقي المسكين يقدر يجي يعني سيد عبد الله، الناس اللي على شاكلة أبو حسين اللي تدافع، سواء فهمت أو ما فهمت، هاي الناس يعني خلاص اختفت الحقيقة من عيونهم، عاشوا بهذه الحياة موجهين مقادين، انه مسخرين، انه خلاص روح خابر قناه الرافدين اتصل وقول لهم ان الحياه بالعراق زينه وسد، اغلط على المتظاهرين واغلط على المعتصمين. ليش هاي العقليه؟ العراق الان مصنف انه واحد من أسوأ بلدان العالم بكافه المجالات، يعني وين عايش اخونا او وين عايشين الناس اللي يدافعون عن السلطه؟ اذا كان يتمتع بامتيازات ماليه او ماديه فالواقع الامني مختلف، الواقع الصحي مختلف. هذا الشخص مجبر على أن يتعايش مع ميليشيات ويتعايش مع واقع صحي منهار ويتعايش مع خدمات منهارة وغيرها من القضايا والسراق وغيرهم، مدى يعيش هاي الفقرات؟ وين عايش هو بالضبط؟ بيا منطقة بالعراق اللي تتمتع بكافة الامتيازات بخلاف المنطقة الخضراء. أخي محمد، أنا
أنا برأيي هذا أبو حسين الحكومة الطائفية اللي جاءت من 2003 إلى الآن اللي يطلعهم على مدار السنة على مدار السنة الأصليات وعزاء وبكاء هذا الحرية اللي يتكلم فيها أتوقع هو هذا حريته هذا الحرية اللي يتكلم فيها لكن يعني مثلا مشعل الجبوري هو يتكلم في شريط يقول كلنا يعني سراق ولصوص يعني هو يقر في شريط يعني ما في واحد يعني وحتى مالكي شخصيا يقول كلنا فاسدون ويجب أن لا يكون لنا دور في العملية السياسية القادمة هم يقرون أنهم سراق ولصوص وقطاع طرق طيب. فما أدري هذا أبو حسين وين عايش أي حرية يتكلم فيها شكرا جزيلا سيد عبد الله معنا السيد أبو ناصر من تركيا تفضل أبو ناصر السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لحضرتك أستاذي الفاضل حياك الله أهلا وسهلا كل الكادر شكرا جزيلا يعني أنا بس أريد أقول هذا أبو حسين اللي من واسط هذا يعني واحد من كثير من اللي مستفادين من هاي الزمرة المجرمة والحرية اللي يتحدث عنها أبو حسين وغيره هي بالتأكيد حرية انتشار الميليشيات وحرية الخطف والقتل وحرية السرقة وحرية تهجير الأكثر من 7 ملايين مواطن عراقي نعم. وإذا أنت يا أبو حسين كلامك صحيح وأنت تملك الجرأة وتقول أنا جريء ودا أعبر عن رأيي ليش ما طلعت على المتظاهرين من نفس محافظتك وتقول لهم أنتوا على خطأ والواقع اللي نعيشه هو أحسن وضع ليش يتصل بقناة فضائية وهو قاعد ببيته اطلع للمتظاهرين وجادلهم وناقشهم واقنعهم قل لهم احنا نعيش أحسن وضع على أي أساس أنتوا طالعين مظاهرات يعني هذا وغيره هم اللي دا يخلون هاي الزمرة الفاسدة قاعد تستهين بهالشعب هذا يعني أنا بس أريد أقول يعني من 2003 إلى هسه ليش العراق من سيء إلى أسوأ وكل سنة والعراق هو يتذيل كل دول العالم من حيث الصحة والتعليم والأمان وكل شيء وهذا بسبب أن العراق استلمت الأمور به طغمة مجرمة دمرت الأخضر واليابس يعني بالنسبة للصحة في بأي دولة من دول العالم يدخل مريض لإجراء عملية ومن يكتشف بأن المبلغ اللي يطلبوه منه هو ما يقدر يدفعه ويقول والله ما عندي هذا المبلغ وما أقدر أدبره يرموه بالشارع وحتى من يكتبوا له علاج ويروح لصيدلة المستشفى يقولوا له هذا الدواء ما موجود بالمستشفى روح اشتريه من برا يعني بأي دولة بس نريد نفهم هذا أبو حسين اللي قاعد يدافع عن هاي الزمرة بأي دولة من دول العالم احنا حتى بس لنركز الموضوع على أبو حسين اللي أدلى برأيه بشكل أو بآخر يعني وإن كان هناك اعتراض كبير على هذا الرأي ولكن يبقى رأي شخص متصل من العراق احنا نتكلم عن بلد حكمتها أحزاب أو حكمتها أحزاب إسلامية تقول عن نفسها أو تسمي نفسها إسلامية من عام 2003 ولغاية اليوم عملت المواطن العراقي بكل الطرق التي لا تمت للإسلام بأي صلة لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة رأت الأرامل ورأت الأيتام ورأت المعتقلين الأبرياء يودعون في السجون وعاملتهم بأقصى الطرق رأت العراقيين الذين يتبضعون في المزابل ويأكلون منها لأنهم سيموتون جوعا بسبب الفقر والبطالة لم تعر اهتماما لهذه الأصوات ترى المتظاهرين الآن الذين يخرجون في مظاهرات تطالب برحيل هذه السلطة وبرحيل هذه الأحزاب والحكومة تسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الفاشلة الفاسدة التي صنفها العراقيون يعني حكومة ما مهتمة أصلا بأصوات الناس اللي بدها تطلع تتظاهر رايحة تشكل حكومة بشكل سريع بعد توجيهات المرجعية اللي دعتهم إلى تشكيل حكومة بشكل مستعجل يعني أضرب راسك بالحائط أنت تطلع تتظاهر إحنا بالنسبة لنا أهم شيء نشكل هذه السلطة ونشكل تحالفات وتكتلات حزبية تعتبر هي المسيطرة على الحكم وخلص ويعيش العراق 4 سنوات قادمة نفس المعاناة وربما أسوأ من التي سبقتها أبو ناصر الإسلام بريء منهم أستاذ محمد نعم الإسلام بريء منهم لأنه ما سووا شيء وهو موجود بالمنهج الإسلامي طيب أي شيء قدموه للشعب العراقي بس نريد نفتهم أكو بسنة 2018 طلاب مدارس يدرسون بمدرسة طينية وقاعدين على القاع يعني شنو اللي قدموه للشعب نعم. بس نريد نفتهم يعني المواطن ما يأمن على نفسه وهو قاعد بوسط بيته خوفا من الميليشيات اللي يصول وتجول وبدون أي رادع سواء من القوات الأمنية والحكومية
وبأي دولة من دول العالم اللي ميزانيتها أقل بعشر مرات من ميزانية العراق وشعب يشرب مي مالح وكل طين، ناهيك عن الكهرباء والبطالة وانتشار المخدرات وانتشار الفساد. نعم. يعني احنا نعرف نعم اكو فساد ببعض دول العالم، لكن الفاسدين بالعراق حسلوا درجة افسد من الفاسدين وافسد من الفساد نفسه. شكرا جزيلا ابو ناصر، اشكرك، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. حسين من واسط، تفضل. حسين، حسين السلام عليكم. وعليكم السلام. حسين شلونك استاذ محمد؟ الله يسلمك، حياك الله. اذا قريبا من التلفزيون ابتعد عنه، ويعني حتى لا يكون علي حسين. علي تفضل. اسمعك حسين، تفضل. اخي العزيز، بالنسبه للاخ ابو حسين اللي اتصل قبل شويه. اي نعم. نعم، انا من محافظه واسط. نعم. اريد اعرف ابو حسين وين عايش بواسط؟ شلون الوضع يمكم بواسط يا علي؟ خدمات صفر، خدمات صفر، الوضع مأساوي. نعم. يعني احنا بالنسبه لنا الان محافظه واسط مظاهرات مستمره ومفاوضات مع الحكومه المحليه. نعم. شنو الوضع الزين؟ واللي يقول حريه عندنا، اي حريه يتكلم عليها؟ اي حريه يا اخي العزيز، اي حريه؟ يعني مين جاب هذا الكلام؟ مين جاب هذا الكلام؟ انت ابن واسط، مين جاب هذا الكلام ابو حسين؟ اخذنا اتصال، مشكله بالاتصالات طبعا مع المشاركين. عموما الردود كافيه كانت للسيد ابو حسين اللي اتصل وقال بان الوضع في العراق هو وضع مستقر، وضع مستتب، الديمقراطيه التي يتمتع بها والحريه التي يتمتع بها المواطن العراقي تضاهي ما يتمتع به المواطن الخليجي العربي الخليجي المحيط بنا، الحياه اللي يتمتع بها المواطن العراقي حياه مستقره وامنه، هذا ما يراه ابو حسين. رد عليه جمع من المتصلين بردود مناقضه تماما، وهوجم ابو حسين لانه بعيد براي المتصلين وبراي العراقيين، بعيد عن الواقع الذي يعيشه العراقيون الان، واقع انعدام الخدمات، واقع انتشار الميليشيات، واقع القضاء الفاسد، واقع حكومة جاءت بفعل احتلال، واقع حكومة تحاول أن تبني السلطة الآن بعد انتخابات فاسدة، وقال عنها العالم بأن انتخابات فاسدة، انتخابات لم يذهب إليها الشعب، انتخابات لم تتجاوز نسبة المشاركة بها أكثر من 20% وربما أقل، انتخابات بالنهاية فاسدة عندما تخرج لجنة مفوضية الانتخابات المعنية بإعادة العدوى الفرز اليدوي وتقول أن النتائج مطابقة بنسبة 99% مع النتائج التي أعلنت سابقا، على الرغم من كل تهم التزوير وعلى الرغم من كل القضايا وكل التصويرات والتسجيلات التي أثبتت تزوير في هذه الانتخابات، هذا أمر يكشف حقائق، يكشف حقيقة ما يحدث في العراق. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى أهلا وسهلا الرافدين وإلى شعب العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ اسمح لي أكمل الفكرة رجاء. أوكي. شخصية الدولة وقوتها ترى ترجع إلى قوة رجال السياسة. ومدى موقفهم من شعبهم وحل مشاكله. إذا الحكومة مالتنا هم كلهم أكثريتهم متدربين على حرب العصابات وحرب الشوارع وطبقوا هذه السياسة في العراق، وإضافة إلى سياستهم الطائفية استطبقوها حرب العصابات، وهذا ما شفناه بحرب الميليشيات على المحافظات. فإحنا إذا أنت كعراقي يا حكومة يا عراقية، إذا أنت كعراقي صاحب غيرة إنه من استلمت السلطة ليش تعتمد على دولة أخرى وهي إيران؟ ليش ما أنت شخصيتك تفرضها على الشعب العراقي وتقدم خدماتك للشعب العراقي وترضي الشعب العراقي؟ بس الظاهر إحنا أستاذ خلينا نحكي عنك شو. نعم. إحنا عندنا بعدنا شك، أكو شك موجود في نفوس بعض العراقيين مع الاعتذار للشيعة الشرفاء إنه أخاف هذه المظاهرات تنجح ويرجع الحكم السني. هذا هو هدفهم.
إذا السنة، ترى السنة هم طبقوا مبدأ الإمام الحسين عليه السلام، هيهات من نزلة. أول شيء صعدنا دولتنا إلى رابع دولة بقوتها من ناحية الجيش. عندنا إحنا أول دولة اللي حافظت على الجناح الشرقي للوطن العربي. أم عبد الله، أم عبد الله، النفوس، النفوس اللي حضرتك تقوليها، ولازم أقاطع لأن الموضوع يعني حتى لا نتعمق بالقديم. النفوس اللي حضرتك تتكلمين بها هي متمثلة بالشخصيات الموجودة بالسلطة. يطلع هادي العامري بلقاء متلفز يقول لن نسمح بعودة حكم سني إلى العراق، هيهات أو مستحيل. يعني هذا المنظور أو هذه النظرة التي ينظر بها إلى الواقع في العراق الآن من قبل السياسيين تعكس مدى الطائفية التي يتمتعون بها. لكن أن نقول على الشعب، الشعب دائما ليس مجاملات وليس حديث تلفاز، الشعب فعلا متوحد، ولكن المشكلة بمن دخل دمر النسيج الاجتماعي الموجود في هذا البلد. هذه هي المشكلة. المشكلة أنه شعب متعايش مئات السنين. ما الذي تغير؟ تغير أن هناك شخصيات تلاعبت بعواطف الناس وبعقول الضعفاء والبسطاء من أجل أن تفرض هذه الأفكار الطائفية. تفضل يا أم عبد الله. أنا أشوف هسه المظاهرات اللي بتطلع على قناتكم الشريفة، نعم، أعتقد أنها مظاهرات يومية بتقل، وأكو نوبات قسم تكثر، وهذا يعني حالة خاصة الجو حار والله يساعدهم. بس أعرف أنه إذا المظاهرات إذا ما تنجح انتهى العراق، انتهى العراق يعني بعد ما إلى صعدة، يعني أصبح لأنه أمريكا هي انطت الضوء الأخضر لإيران أنه تقوم بعملية لما قامت فيه، وهذا نتاجه. بعدين إحنا الشباب العراقي احنا ليش ما نتكاتف كليتنا سوا ونقوم بعمليه التلاحم بيناتنا؟ احنا ما نقول شيء نريد او سن نريد، نريد واحد قوي يلم الشعب العراقي، يرجع سياده العراق، يرجع لحمه العراقيين. هسه احنا اهل الجنوب كلهم اكثريتهم بيعانون الجوع والضيم، بياكلون من المزابل والمي المالح، يعني هاي حياه احنا نعيشها. ليش ما نكون مثل حياه الدول الاخرى؟ ما عندهم نفط يا أستاذ، وهم عايشين أحسن إشي. لكن إحنا عندنا نفط كلها تروح بديوب الساسة وإلى إيران. أنا والله أرضخ إلى إيران إذا وفتني. ليش؟ أنا شعبي أولى، شعبي أولى. يعني شكرا جزيلا أم عبد الله، أنا أشكرك للمشاركة. الوقت شارف على الانتهاء، نقرأ رسائل المشاركين حتى نكون موازنين بين المتصلين والمرسلين للرسائل. أحد المشاركين حقيقة يهاجم السيد أبو حسين اللي اتصل من واسط، ويعني هجوم به لعنات وبه كذا، سنتجاوز عنه حقيقة مع كامل الاحترام للطرفين. يقول أيضا أحد المشاركين صادق من كربلاء، يقول أستاذ محمد عندما تتساءل أخي العزيز عن أين ذهبت الأموال، ذهبت بجيوب كل المسؤولين دون استثناء، سنتهم وشيعتهم عربهم وكردهم. الأموال ذهبت للرواتب الخرافية، الأموال ذهبت للفضائيين، الأموال سرقت وهربت بالمليارات في مزاد العملة وفتحوا مصارف لهم، الأموال ذهبت إلى الرواتب الخرافية لجماعة رفحة، الأموال ذهبت إلى ما يسمى بالسجناء السياسيين وهي كذبة، الأموال سرقت من تهريب النفط ودخلت جيوب الفاسدين، الأموال ذهبت بالمشاريع الوهمية وصفقات الأسلحة. لو أحصينا هذه الأموال لعاش العراقيون عيشة بكرامة ولا يبقى عاطل أو خريج بلا تعيين. نقرأ رسالة أخرى، طيب صورة، مجموعة من الصور، رسالة موجهة للسيد أبو حسين. يقول أخي العزيز إن أبو حسين وأمثاله يدافع عن الحالة التي يعيشها العراق لأنه من أتباع إيران، وهؤلاء أثروا ثراء فاحشا والعراق يعيش المآسي. ابن ميسان في رسالة أخرى، السلام عليكم أخي محمد، تحية طيبة لقناة الرافدين، رسالة من شباب البصرة. أقول لأبو حسين عندنا مثل بالمظاهرات، الما يطلع يتظاهر شيلة مرته تلوق عليه. أخي محمد البلد عراقي من شماله الجنوبة، كل شيء كله صفر، وهذا أبو حسين لو عنده غيرة على بلده كان ما حكى على الشباب اللي يطالبون بحقهم، وهذه هي الحكومة الفاسدة، الله ينتقم منهم إن شاء الله، أجلهم قريب. وتحية طيبة لكادر قناة الرافدين ابن البصرة الجريحة، شكرا جزيلا. في رسالة أخرى
يقول أستاذ الحكومات التي جاءت مع الاحتلال لا خير فيها، هم سبب تدمير البلد والفتن، الله وحده يخلصنا منهم، أبو حكمة متقاعد بلا تقاعد جيش سابق. طيب أبو عمر من السليمانية، طيب قد نتصل مع أبو عمر. لدينا رسالة أخرى يقول أخي ماكو أي تنفيذ لمطالب المتظاهرين، مجرد كذب وتسويف بالوقت إلى أن يجي محرم والكل يذهب للأطميات وينسى المطالب. هناك ربما هذه الاستراتيجية أو هذه الخطة الموضوعة من أجل إشغال الناس وإلهاء المجتمع وإلهاء هذه الطبقات الكادحة الفقيرة التي تعاني بقرب الزيارات الدينية، وبالتالي سيكون هناك ذرائع من أجل أن يلهى هذا أو هذه الفئة من المجتمع بقضية الزيارات الدينية وقضية طبخ الطعام وغيرها، وسينشغلون بهذه القضايا، وربما قد يطول وقتها إلى أطول مما هي معتاد عليه من أجل إنهاء هذه المظاهرات بشكل أو بآخر. أبو عمر من السليمانية تفضل. فأنا حاسس لي عندي مختصر مفيد. تفضل. من البداية من دخل الاحتلال الأمريكي ويا الإيراني الناس انخدعت بالحرية والديمقراطية والتطور، وإنه حصة تمويلية راح يصبح عددها 50 مجموعة 50 مثل ما يقول عدد الحصة التمويلية. نعم. خدعوا فيها طلعت صراحة والواحد في وقت اللقاء تخدعهم، لكن شلون تخدعهم علينا نعرف. ألو. نعم. أسمعك أبو عمر. ألو. أسمعك. شلون تخدعهم؟ أكو مثل يقول لا يصبح وجه ما ابتدأه العطار، العطار دمر الأول الثاني، ترى إذا راح عطار راح يجيك عطار آخر، الفتحة الموجودة بقطعة القماش صارت أكبر من قطعة القماش. اما من يتامل ويقول لك والله جتنا حياه ورديه اخرى راح يجينا واحد قطني بطل صوتي، هذا كله كذب وكذب. الحقيقه هي ان البوصله الامريكيه الاوروبيه الاسرائيليه تغير اتجاهها من ايران الى التقليد، تغير اتجاهها الى التشيع السياسي والتشيع القومي في كل مكان. يعني انت لازم تطلع حتى تصيح عاشت امريكا وعاشت اسرائيل، الموت بايران والموت بامريكياتها. نعم. هذا هو المطلوب. شكرا جزيلا ابو عمر، الوقت انتهى، انا اشكرك المشاركه وضحت الفكره. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه، شكرا جزيلا لكل ما شاركنا بارائه يعني السلبيه والايجابيه بغض النظر، وان كان قضيه ابو حسين اللي شن عليه هجوم حاد من قبل المشاركين هو طرح رايه هكذا يرى، والناس افحموا ربما ابو حسين او لم يفحموه، هو تبقى بقناعاته وولاءاته وانتماءاته، كل شخص الى ميول والى فكر. عموما شكرا للجميع الذين شاركوا، وشكرا لمن ارسل لنا رسائل، نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، الى اللقاء.